في خطوة لافتة تهدف إلى تأكيد طابعها الوطني وإعطائها مزيدا من التنوع، افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي السنة الجامعية الجديدة في المجمع الجامعي في الحدث بعنوان جامعة الوطن لمزيد من الاستقلالية والتألق. وأكد البطريرك الراعي في كلمته أن الجامعة اللبنانية هي صرح علمي ووطني في لبنان والخارج. نعم، الجامعة اللبنانية جامعة وطنية تشكل مساحة فريدة للعيش معا، الذي يعطي لبنان معنى لوجوده ويعطيه قيمته، لأنه بفضل العيش معا المنظم في الدستور والمثبت في الميثاق الوطني وصيغته التطبيقية، يتمتع المسيحيون والمسلمون في لبنان بنظام المساواة في الحقوق والواجبات. كما دعا إلى عدم تشويه هذه الصفات بسبب النزاع السياسي المستحكم بين فريقين سياسيين مذهبيين أقحما لبنان في النزاع القائم في المنطقة، فكان الفراغ في سدة الرئاسة وبالتالي تعطيل كامل لعمل مجلس النواب وشلل في عمل الحكومة وفساد عارم في المؤسسات العامة وسلب للمال العام وأزمة اقتصادية واجتماعية. جامعتنا تصبو إلى مزيد من الاستقلالية. من أجل أن تكون هذه الجامعة جامعة وطنية، ينبغي أن تتمتع بمزيد من الاستقلالية، ما يقتضي أولاً وجوب وضع حد للتدخل من أهل السياسة في شؤونها واحترام